سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بديتكم معنا في جوله عند مركز خليفه مسوس. بسم الله ما شاء الله. شوفوا البنات، هنا القاعه اللي يعلم بها شيف خليفه مسوس، أستاذي وكل احتراماتي له. الاتحاد الدولي ماستر شيف العرب. هذه القاعة تاع البراتيك اللي يخدم بها. أنا قاعة الدروس النظرية. فوالا، هنا المطبخ، هذا هو مركز خليفة للتدريب. هنا قاعة المحاضرات. هنا مركز الخليفة المكتب. هذا هو مركز أستاذي ومدربي، مهما كبرت يبقى دائما هو أستاذي ومثلي الأعلى. شرفكم شيف العرب خليفة مسوس. مرحبا بك عندنا. الله يسلمك شيف، هذا هو الشيف تاعي اللي منه ديت دروس قيمة وتعلمت ومازلني نتعلم. الوغ البنات اللي تحب تتعلم، مركز خليفة مسوس على الرحب والسعد. قلنا كلمة شيف. مرحبا بكم. سلمك. ان شاء الله هاكم تشوفوه معنا في القناه الشروق، ياك شاف قناه الشروق او يجوز قناه الشروق. هذا هو المكتب ديالو. صراحه كي تدخلوا عنده تحسوا روحكم ماكو في عائله، راحه نفسيه. البنات شاك فوا تسقسوني على الشيف خليفه مسوس، هذا هو المركز تاعو في الرغايه يعني طريق سهله. ومرحبا بكم عند استاذ خليفه مسوس، تدو دروس قيمه واللي تحب تولي شيف اكيد الطريق ميسر مع الشيف خليفه مسوس. ربي يحفظك لينا شيف وربي يطول في عمرك، ومازلنا نتعلموا بزاف من عندك. الله يسلمك شيف. هذه هي الجوله خفيفه، حبيت وين نروح نديكم معايا. فوالا في مركز خليفه للتدريب. مرحبا بكم البنات، واي استفسار راني هنايا. سلام.